في قضاء الشطرة شهد ليلة أمس وحسب معلومات وردتنا من تلفزيون الناصرية المحلي حرق لمنازل مسؤولين منهم أعضاء المجلس رشيد السراي ورجاح مطرود وأعضاء مجلس النواب ناجي السعيدي ومنى الغرابي وزينب الخزرجي، كذلك في القطعة التي المهدمة التي تحمل منزل الأمين عام التي جرفت يعني لرئيس الوزراء حميد الغزي تم إشعال النيران بها دون أي مقاومة تذكر من القوات الأمنية. كذلك يعني لا زالت ذي قار تعيش أجواء العصيان المدني لليوم الثالث على التوالي، والجسور الحيوية تقطع من قبل المعتصمين منذ الصباح الباكر لبضع ساعات. الدوائر الحكومية فارغة تماما من الموظفين، مديرية الجنسية، التربية، الزراعة، الماء والمجاري والبيئة والطاب وكل الدوائر عدا الصحة والداخلية. كذلك اليوم المصارف علقت عملها تماما، المدارس والكليات لا زالت مغلقة، الشوارع في المدن بدت شبه مهجورة عدا ساحات الاعتصام فهي زاخمة بآلاف من المعتصمين. لكن الملفت للنظر أن محطات الوقود تشهد زحاما كبيرا اليوم يصل العشرات من المركبات بسبب تهديد المعتصمين بحرق مصفى الناصرية النفطي. طيب يعني ذكرتي أن هنالك إغلاق لمصفاة الناصرية في تصريح سابق من قبل المتظاهرين ما تسبب بأزمة مشتقات نفطية كما ذكرتي، هل هذا يؤثر على اقتصاد البلد كما ذكر رئيس الوزراء؟ وماذا يقول المتظاهرين بخصوص غلقهم لتلك المصافي أو أماكن يعني الأماكن التي يكون فيها النفط؟ إيناس، بالتأكيد أنه يؤثر على اقتصاد البلد، يعني ليس فقط المصفات، يعني أنت تعلمين حتى المصارف ألقها وكل الدوائر الحيوية يعني يتعمد المعتصمون بغلقها ويعتبرونها وسيلة ضغط كبيرة على الحكومة لتنفيذ المطالب في المحافظة وفي البلاد ككل. يعني هذه الأزمة وربما تحدث، نتوقع أزمات كثيرة في الأيام القادمة. طيب هل هنالك عمليات يعني كيف نذكر أنه القوات الأمنية تقوم بعمليات اعتقال لمواطنين في محافظات البصرة أو لمتظاهرين عذرا؟ نعم، الاعتقالات يعني لا زالت موجودة لكن بشكل ضبابي. يعني أنت تعلمين أن بعض المدونين الذين كانوا يدونون في الفيسبوك وكذلك بعض الذين ينظمون التظاهرات، الإعلاميين، الناشطين، يعني لا زالت توجد هناك حركة اعتقالات، ونقابة المحامين عفوا ونقابة الصحفيين فرع ذي قار هي تتكاتف فيما بينها لإطلاق سراح المعتقلين بين فترة وأخرى. لكن بالنسبة لما يحدث من قبل المعتصمين لم نشهد أي مقاومة ليلة أمس واليوم ضد المتظاهرين من قبل القوات الأمنية. نعم، منى البدري مراسلتنا من محافظة ذي قار، كنت معنا، شكرا جزيلا لك.